إخفاء الكثير من العلماء للمعجزات في آخر الزمان أصبح حقيقة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تحمس بعض المتعصبين من المسلمين المحافظين للأحاديث المعروفة بزيفها والمنسوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكرون أيا من المعجزات التي نتحدث عنها هنا. على سبيل المثال، ظهور المذنب ذو الذيلين ليس مكتوبا في أي عمل علمي أو في التاريخ، إنها معجزة مطلقة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام. يجهل العلماء عدد السنين التي يمر بها ذلك المذنب بالأرض، هل مر كل 5000 عام أم كل 100,000 عام؟ الأمر مجهول. إنها معجزة عظيمة عرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: ستمر بعكس اتجاه المذنبات الأخرى، إنه من المستحيل معرفة ذلك. على سبيل المثال، ربما يمر كل 5000 عام، الأمر غير معلوم، لا يوجد توثيق له عبر التاريخ. يقول صلى الله عليه وسلم: سيمر عكس اتجاه المذنبات الأخرى، سيكون مضيئا عن المذنبات الأخرى، سيكون له ذيلان، سيكون له ذيلان في كلا نهايتيه، هذا أمر لا يصدق. لا يتحرك أبدا أي مذنب في اتجاه معاكس لمذنبات الأخرى، ولا يوجد مذنب بذيلين، هذا ليس منطقيا ولا منطقي علمي في ذلك. هل وقعت تلك الحادثة؟ نعم، لقد وقعت بالفعل بالكامل. إنها معجزة، معجزة عظيمة، أليس كذلك؟ معجزة قد تهز العالم. لا يتكلم عنها العالم الغربي ولا الأتراك، لأن قبولهم بها يعني اعترافهم بالبهدي بالتبعية، إنهم مذعورون. ولكن لا جدوى من الخوف من الأمور الحتمية، الموت قادم لكل الناس بالطبع، الموت أو النهاية، العالم يتجه إلى النهاية. قلت سابقا أنه إذا لم يتقبلوها، لماذا لا ينكرون أن ذلك المذنب عبر بجانب الأرض؟ لا يمكن للإنسان قول مثل ذلك القول، أو قل لا يوجد مثل ذلك الحديث أو الحدث. انظر ماذا يقول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك المذنب: سيمر مذنب آخر. إذن هو صلى الله عليه وسلم يقول إن مذنبا كبيرا سيظهر، مذنب هالي ظهر منذ فترة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في زمن المهدي ستظهر نجمة بيت لحم كعلامة لظهور المهدي والمسيح عيسى، لأنها تظهر كل 2000 عام، لقد ظهرت بالفعل، إنهم لا ينطقون بكلمة. أخي، نجمة بيت لحم تظهر في أكثر من صورة، وفي منحوتات وروايات وقصص وفي كل مكان. نجمة بيت لحم تظهر في كل الكنائس وفي كل المنحوتات المسيحية. يا إلهي، يا أفراد الكنيسة، النجم نفسه يظهر مرة أخرى، لماذا تنكرون؟ لماذا أنتم خائفون يا من تسمون أنفسكم مسلمين متعصبين؟ لماذا لا تتكلمون عن ذلك الشأن؟ لا يوجد رسم مسيحي بدون نجمة بيت لحم، إنها موجودة هناك في كل مكان. بعض الأحلام التي يحملها المسيحيون تحتوي على نجمة بيت لحم، إنها تمثل المسيح، إنها تمثل ظهور المسيح، إنها موجودة في كل مكان، النجمة الساطعة.